بعد انحسار غبار الانتخابات تبدأ قريبا المداولات لتشكيل حكومة جديدة في كيان الاحتلال بتكليف رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو برئاسة الوزراء خلال 42 يوما. وبهذا يعود نتنياهو رئيسا للوزراء للمرة الخامسة في ربع قرن. حصد معسكر اليمين المتطرف 64 مقعدا من 120. النصف ذهب للليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وحاز حزبا يهودوت هتاورا لليهود الأشكناز الغربيين وشاس لليهود الشرقيين 18 مقعدا، في حين حصد تحالف الصهيونية الدينية بقيادة الموصوف بالعنصرية إيتمار بنغفير ويتسلائيل سموتريتش 14 مقعدا. الصدمة الكبرى جاءت بصعود حزب الصهيونية الدينية ثالثا في الكنيست. أخطر ما جرى في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة هي صعود الفاشية في إسرائيل إلى سدة الحكم، وأنا أقصد بذلك طبعا حزب بن غفير وسموتريتش اللذان يمثلان امتدادا لحزب كاخ وكهانة ويمثلان امتدادا لكل العنصرية الإجرامية. وبينما نجح بنيامين نتنياهو في لملمة الأحزاب الدينية المتطرفة، فشلت الأحزاب العربية في الحفاظ على وحدتها، فكان لهذا التفكك العامل الأكبر في تفوق معسكر نتنياهو، إذ تشير النتائج النهائية إلى حصول حزبي الموحدة والتجمع الديمقراطي على 510,000 صوت مقابل 516,000 صوت للصهيونية الدينية. لكن عدم اجتياز التجمع لنسبة الحسم أفقد الأحزاب العربية 4 مقاعد انتقلت تلقائياً إلى اليمين المتطرف. عادة كانت يعني حزب مارس والأحزاب العربية تقريبا يعني بحصولها على عدد من المقاعد تمنع اليمين المتطرف والأحزاب الأخرى من هذه المقاعد. هذه المرة كان هناك يعني التجمع لم يصل بالمطلق إلى نسبة الحسم، ومارس أيضا لم يصل إلى نسبة الحسم. هذا يعني فقدان على الأقل حوالي 5 مقاعد إلى 6 مقاعد، هذه المقاعد التي كانت هي مهمة جدا لنجاح نتنياهو. تشير النتائج النهائية إلى أن مستوطني الضفة الغربية البالغ عددهم 750,000 باتوا الأقوى تأثيراً في المعادلة السياسية. هذه الإزاحة تكشف ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي بصمته أمام ما يصرحون به علناً بمناداتهم بتهجير أصحاب الأرض الشرعيين من فلسطين المحتلة. آية الخطيب، رؤيا. والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي السيد داود كتاب. مرحبا بك أستاذ داود في النشرة الرئيسة. أستاذ داود، لاحظنا من خلال انتخابات الكنيست بأن الأحزاب العربية الثلاث المتنافسة في الداخل الفلسطيني المحتل ما زالت مشتتة ولا يوجد أي انسجام فيما بينها، إلى ماذا يعود ذلك برأيك أستاذ داود؟ يعني يعود هذا إلى الاختلاف الذي ظهر في الفترة الأخيرة بين جبهة والتي رأسها أيمن عودة والعربية للتغيير رأسها أحمد الطيبي والتجمع يرأسه سامي أبو شحادة. الجبهة كانت ترغب بأن تكون مؤثرة في الحكومة القادمة، كانوا يتوقعوا برئاسة لبيب، في حين كان تجمع يرغب بأن يبقى خارج المعادلة للتعيين أو اختيار رئيس الحكومة، فتم الانفصال بصورة متأخرة جدا في آخر لحظة رغم وجود اتفاق بينهم وعقد حول كل الأمور الإيديولوجية وحتى على تسمية الأعضاء. وبقي أن التجمع يعني حصل على 138,000 صوت، كان محتاج إلى 150,000 صوت حتى يجتاز العتبة، وكان قد يكون لو كان في اتفاق بيناتهم كان تم إضافة حوالي 4 أو 5 مقاعد للأحزاب العربية، ولكن للأسف كان اختلاف بيناتهم، كما كان اختلاف بين مارس وحزب العمل أيضا ما كان في تفاهم. هذا أفقد حوالي 8 أعضاء كنيسة تم أصواتها ذهبت هدرا، وهذا للأسف يعني أمر نحتاج إلى إعادة النظر فيه، لأن احنا اكتشفنا قديش الوحدة ضرورية للحفاظ على الموقف الدفاع عن نعم. بما يخص الوحدة، هناك دول عربية عديدة ومن ضمنها الأردن دعت الفلسطينيين والأحزاب السياسية والسياسيين في فلسطين إلى توحيد كلمتهم، ولكن ليس هناك من مجيب لهذه الدعوات، وليس من هناك أي انسجام ما بين الأحزاب السياسية في الداخل الفلسطيني.
صحيح، يعني الأردن يمكن أكثر مرة كانت كثير مهتمة بعدم صعود نتنياهو مرة أخرى للحكم بسبب كذب نتنياهو وخداعه لجلالة الملك وللحكومة الأردنية، ولكن للأسف لم يتم اتخاذ رأي الأردن وتم الفصل بين أهم قبيلتين التي كانت تعارض نتنياهو للأسف، فهذا سبب هذا هدر الأصوات وهو ضر الجميع يعني. نعم، الكاتب والمحلل السياسي السيد داود كتاب، شكرا جزيلا لك.